الراديو 90 90 هواها مصري. احنا يعني عايزين نكمل بقى فقراتنا, وبما اننا يعني كنا بنتكلم قبل عن المطربين. طيب نبدا بمين, بالمطربين اللي اشتغل معاهم؟ نبدا ساموزين. ساموزين, ساموزين اتعرفت عليه ازاي؟ ده اول سؤال. وسمعنا انك قفلت في وش السكه كمان بالمره. كتير. في البدايه. في البدايه حد صديقي المخرج محمد القاضي. تحياتنا ليه عشان حبيبي القاضي بخير. كلمني وقال لي, بقول لك انا شفت سامو زين جالنا الجامعه كذا مره, مش عارف ايه, يعرف حد هناك عندنا وبيجي له. فقلت له يا عم هاجي الجامعه ازاي, انا مش عندكم في الجامعه اصلا يعني, مش هيدخلوني. المهم رحت يومين ونطيت من فوق السور, والسكيورتي قام جه طلعني بره وطردني بره الجامعه. فاصحابه قاضي سابوا ان انا عليا يعني, فطلعوا لي بره بالعربيه, حطوني في شنطه العربيه ودخلوا بيا لحد جوه خالص. بعد كده قمت طالع من الشنطه ودخل على المبنى على طول عشان السكيورتي ما يشوفنيش. فدخلت لحد المكتب بتاع, كان اسمه دكتور هيثم الفيل, كان هو اللي كتب اول حاجه عملتها مع سامو زين. بعت له برده تحيه دكتور هيثم طبعا. فقاضي قال لي, بقول لك ايه, تعالى هات. كان معايا سي دي بقى ساعتها, كان عليه حاجات الحان يعني, كلها حاجات الحان والحاجات اللي انا بقعد اعملها دي وانا قاعد. وسمعوا في الاوضه بقى في اتنين واقفين عند جوه, فقال لي بس اول ما يخرجوا هنخش احنا على طول. فاحنا واقفين بره على الاوضه, وسمع الاتنين اللي جوه بقى هم برضو بيسمعوا حاجات. انتوا فشله, انتوا اي حد بيلحن, انتوا فاكرين اي حد, هو كل يوم حد يقول انا ملحن. قلت له انا ماشي خلاص, انا تمام خلاص, شكرا حلو قوي. رساله. المهم قال لي يا ابني لا, هو حبيبي بس عشان هو تلاقيهم العيال دول مش عارف. المهم يعني دخلني وكذا وقال له نعم. قلت له هو مش هو اللي عايز, هو اللي قال لي والله. قال له اسلام زكي صاحبي كذا كذا, وكان عايز يسمعك حاجات بس ياخد فيها رايك عشان عارف ان حاجه كذا. ما قالوش بقى ان انا عايز, هو صايع برضه, قالها له بطريقه عشان نخرج من المأزق ان هو كان شكله متعصب. فقال له بس ناخد راي حضرتك, تقول لنا يعني ناقصه ايه وكذا وهنمشي على طول وبتاع. قال له طيب. قام واخد السي دي وحطه, سمع اول اغنيه معلقش, تاني أغنية فضل ساكت. قال لي مين اللي بيغني؟ فقلت له أنا. قال لي مين اللي عامل الحاجات دي؟ قلت له أنا. قال لي طب اقعد. قال له اقعد اقعد اقفل الباب. قال له انت الحاجات دي يعني انت عايز تعمل بيها ايه, ولا انت عارف اللي انت عامله ده ان ده حاجه كويسه, ان دي الحان, ان دي اغاني يعني ممكن مطربين يغنوها؟ قلت له والله انا ما اعرفش, بس لو في حد عايز يغنيها والله مش هقول له لا يعني. انا مش فاهم بقى, مش عارف اقول له. فلقيته هو لوحده قال لي طب سيب لي السي دي, انا هكتب كلام على الالحان دي وابعتها لك. فما كنتش مصدق بقى, قلت ايه ده بجد يعني ممكن. وغبت بقى في الموضوع لحد ما هو كتب وبعت لي الاغاني غنيتها. انا بقول بسرعه الموضوع, وسمعها لسامو زين وعجبته. في اللحظه بقى اللي سامو زين كان قاعد مع استاذ محسن جابر وكل الناس بقى اللي بيسمعوا الحاجات اللي سامو بيختارها, ففرح بالتراك قوي بتاع لانك معايا, وقام مكلمني. اتصل بيك طبعا الصبح, طبعا اتصل بيا. قالوا اسلام انا سامو زين مش عارف ايه. قمت قافل تي تي ومكمل معايا اصحابي, كانوا ساعتها بيعملوا فيلم عائلي دي معاك مش عارف مين من لبنان, عايزين ناخد منك مش عارف ايه حاجات بقى كده. فانا عارف ان خلاص اصحابي بقى, انا زهقت يعني كل شويه اعمله فيه. واقفل لحد ما قام دكتور هيثم في, قام مكلمني قال لي يا ابني سامو زين كل شويه كلامك بتقفل بوش السكه, انت مجنون. قلت له هو ده سامو زين؟ قال لي ايوه هيقفل وهو هيكلمك تاني دلوقتي يرد عليه. طبعا برد على سامو طبعا ضحكة سامو كتير بقى اللي هو عارف. قلت له هو انت سامو زين بجد المطرب؟ حاجه بقى بتسال الحقيقي. قال لي اسلام تعال لي دلوقتي حالا. قلت له دلوقتي اجي لك. قال لي تعالى دلوقتي في المهندسين كذا كذا كذا, تعالى عشان اقابلك. وسامع بقى مشغل الاغنيه بيقول لي بص انا قاعد بسمع ايه وتحفه. وكساتها بدايه تعرفي معاه يعني, ومن يومها هو يعني اخ ليا يعني, من بني ادمين الجمال جدا في حياتي, وعمل لي حاجات كتير جدا في حياتي يعني بجد بشكره عليها يعني. ده امتى بقى, سنه كام ده؟ ده 2009. عايز اقول لك ان لحد النهارده سامو بيعمل كده. لغايه وبيكلمهم تعالوا لي لا لغايه لا سامو زين من لحد وقتنا هذا من اجمل الشخصيات, واقرب مطرب ليا في الوسط الفني, واكتر مطرب دخل بيتي ويعرف اهلي كويس جدا, واهلي عارفينه والناس ما تعرفوش برضو حته ان انا كنت قايل في الاول ان انا وزعت على طول بعت لانك معايا, لان هو نزل اشترى لي كل حاجتي الاستوديو. لما انا جيت قلت له ساعتها بقى كنت فهمت بقى الموضوع فلوس ومش عارف ايه. قال لا انت هتوزع ومش هديك فلوس, انت صغير مش هتفهم تعمل بالفلوس, انا هجيب لك حاجات تشتغل بيها احسن من نديك فلوس. قلت له, قال لي هعمل لك استوديو. واو. فقلت له خلاص انا مش عايز فلوس, لو هتعمل لي استوديو. فجاب لي السماعات والمايك وكارت الصوت والحاجات اللي اي موزع حتى بيبدا ممكن يشتغل بيها. ووزعت فارس احلامك, ووزعت حوالي 12 اغنيه بعديها من اليوم ده يعني. كنت منزل صوره للاستوديو بقى ان انا يعني كان اول حاجه خالص تعملها لي. فدي من الحاجات اللي انا فرحه, والحاجات دي موجوده عندي لحد النهارده يعني. من وجهه نظرك بقى ايه اهم اغنيه عملتها لسامو زين؟
اهم اغنيه انا شايف لانك معايا من اهم الاغاني اللي عملتها لسامو زين بصراحه، واقرب لحن عملته مع فنان سامو زين لقلبي، وفارس احلامك من الاغاني برضو. وهتعرف امتى هي كتوزيع، لان كان ساعتها بقى كنت يعني خلاص تمكنت من التوزيع شويه، كانت الحان احمد حسين وكلمات تامر حسين، هم مش اخوات يعني بالمناسبه عشان الناس كلها بتسالني سؤال حبايبنا الاثنين بنسلم عليهم. نروح لفاصل.